وجهت إليها تهمة استغلال السلطة ووضعت تحت المراقبة القضائية، لكن سمح لها بسفر إلى بروكسل لحضور قمة لحزب الشعب الأوروبي. إنها زعيمة المعارضة الأوكرانية ورئيس الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو. في هذا اللقاء تحدثت عن العديد من التغيرات التي حدثت في أوكرانيا منذ الانتخابات الرئاسية في العام الماضي. منذ أن غادرت منصب رئاسة الوزراء وجهت إليك الكثير من الاتهامات الخطيرة، هل هي صحيحة أم أنك تنفينها؟ بالطبع أنفيها. إنه قمع سياسي واسع النطاق بدأ منذ وقت في أوكرانيا. جميع المعارضين السياسيين هم إما قيد التحقيق أو في السجن. لذلك أريد أن أشكر الرئيس الحالي والحكومة وكل قوى الأمن لأنهم حققوا في كل ما قمت به أثناء عملي كرئيسة وزراء. ورغم مثابرتهم وتصميمهم على الكشف عن شيء ما، فإنهم لم يعثروا على أي شيء. إنها تبرئة بالنسبة لي. لكن التحقيق ما زال جاريا، وقلت إن القضاء غير مستقل. هل ليس من الأفضل لك البقاء هنا وطلب اللجوء السياسي، لأنك في النهاية قد تواجهين حكما بالسجن؟ لن أتخلى عن أوكرانيا في هذا الوقت العصيب، ولن أترك هؤلاء الذين صوتوا لي وهم 11 مليون أوكراني. سأعود إلى هناك للدفاع عن أوكرانيا وعن سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. لا أريد أن يفقد الأوكرانيون الأمل. سأبقى معهم سواء وصل بي الأمر إلى السجن أو بقيت حرة. في كل الأحوال سأكون مع الأوكرانيين. ما مدى خطورة الوضع في أوكرانيا؟ تقولين إن الأمر ازداد سوءا. نعم، الكثير من الناس في أوكرانيا وخارجها يشعرون اليوم بأن البلاد تبتعد منذ عام تقريبا عن الديمقراطية والحرية والتطلعات الأوروبية. إنه وضع صعب للغاية، فالناس لا يشعرون اليوم بالحرية وهم خائفون. الفساد يلتهم كل أسس الدولة. أنا أعي بأن الوضع خطير، ولكننا سنتجاوز هذه المرحلة. وسائل الإعلام ورؤوس الأموال في أيدي الأقلية، ولا يوجد فصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. لقد تم دمجها في نظام واحد ووضعت تحت تصرف رجل واحد وحاشيته. هذا تدمير لأسس الديمقراطية في أوكرانيا. مثلت حرية التعبير إحدى أهم المكتسبات الديمقراطية في أوكرانيا. هل هناك خطر الآن على هذا المكسب؟ أعتقد أنه من الأفضل أن لا تستمع إلى المعارضة حول هذا الموضوع. من الأفضل أن تستند إلى تقارير منظمة مراسلون بلا حدود الدولية. أوكرانيا تراجعت في جميع تقييماتها بشأن حرية التعبير العام الماضي. اليوم هناك حركة تناهض الرقابة وتجمع أكثر من 1000 صحفي من جميع وسائل الإعلام. المجتمع المدني والصحفيون والمعارضة يناضلون جميعا ضد النظام الاستبدادي الذي يهيمن على كل المجالات في أوكرانيا. قضية اغتيال الصحفي غونغادز تعود إلى الواجهة اليوم في أوكرانيا، وتم استجواب الرئيس السابق كوتشما. بالنسبة للسلطة فإن مسألة حرية التعبير هامة وتسعى لحمايتها، وهو عكس ما صرحت به. للأسف كل هذا مجرد وهم. عندما نشاهد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في أوكرانيا ونرى كيف حرم الناس من الحريات، نفهم أن الحكومة أرادت أن تشغل الرأي العام بهذه القضية. ولا أعتقد أن قضية الرئيس السابق ستنتهي بطريقة عادلة. أنا متأكدة أنها خطة لصرف النظر عن المشاكل الحقيقية. Завершиться справедливістю. Я переконана, що це просто відволікаючий маневр. قلت إن القطار الأوكراني يسير منذ عام في الاتجاه المعاكس لأوروبا. هل نفهم من ذلك أنه يسير باتجاه روسيا؟ أين هو المشكل بالضبط؟ لا، هذا القطار يسير في اتجاه انعدام الحرية والديمقراطية. إنه يسير نحو الظلم والفساد. هكذا تسير الأمور الآن، وهذا التوجه لا علاقة له بروسيا. هل ستتعزز العلاقات الأوكرانية الروسية في ظل الحكومة الحالية؟
أود أن تعتمد هذه العلاقات على شراكة ثنائية. لا أريد أن تكون علاقة أخ كبير بأخيه الأصغر سنا، أي علاقة رئيس ومرؤوس، أو كما نقول علاقات بين دولة كبيرة وقوية والأراضي المجاورة لها. أريد أن تكون علاقات جوار وشراكة ومساواة، وأن تكون المنفعة متبادلة فيها. منذ عام ما يقرب من نصف الناخبين الأوكرانيين صوتوا لك، هل لا تزالين قادرة على الدفاع عن وجهة نظرهم؟ بالطبع، أنا أعمل من أجل ذلك اليوم. الناس يشعرون بالغضب والظلم وهم قلقون، لكن أعتقد أن الأوكرانيين بطبعهم أحرار. تاريخيا كنا كذلك، ونحن دائما على استعداد للقتال من أجل استرجاع حريتنا. لذلك ستتغلب أوكرانيا على الوضع الحالي. والأهم من ذلك أن لدينا أصدقاء وشركاء أوروبيين يدعموننا. هذا أمر في غاية الأهمية. هناك موجة من الثورات تمر بها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، هل الوضع في أوكرانيا قابل للانفجار؟ نعم، عندما يصل الناس إلى درجة كبيرة من اليأس فإنهم يثورون دون شك. البلد معرض للانفجار، الرئيس الحالي سيجر البلاد إلى ذلك، فالناس غاضبون ويريدون أن يكونوا فاعلين في الأحداث لا مجرد متفرجين. هل هناك لأوروبا مسؤولية في فشل الثورة الأوكرانية عام 2004؟ أعتقد أن أوروبا لا تتحمل أي مسؤولية في ذلك. أعتقد أن هذا السياسي الذي وصل إلى الحكم بعد الثورة رجل ضعيف ولم يستطع الصمود أمام إغراءات النموذج القديم من الأوليغارشية. هذا ما أعاق الثورة الأوكرانية، لكن الأوكرانيين لم يفقدوا ثقتهم بأنفسهم رغم شعورهم بخيبة أمل. عندما يقارنون هذه الأعوام الخمسة بما حدث من قبل، يشعرون أنهم كانوا يتمتعون بحريات وعدالة أكبر في كل مجالات حياتهم. В усіх сферах їх життя і на порядок більше справедливості. Спасибо за інтерв'ю. Дякую дуже.